راشد، انه في لجنة التفكيك انكم كان هل كان منكم في شبهات طالت المكون العسكري؟ حقيقة لجنة التفكيك دي النقطة المحورية فيها بتخليها التقاطع مع المكون العسكري، ان هو الصراع حول من سيرث ممتلكات المؤتمر الوطني. دي نقطة محورية يا اخواننا في لماذا يعادي العسكريين لجنة التفكيك. لجنة التفكيك كان بيفتكر انه كل ممتلكات المؤتمر الوطني وكل ارث المؤتمر الوطني يجب ان يعود الى وزارة المالية عبر لجنة التفكيك، في حين انه العسكريين كانوا يفتكروا انه في بعض الاشياء يمكن ان ياخذوها هم لصالح مؤسساتهم. ونحن لما جينا لقينا فعلا في جزء كبير من هذه الاشياء في خلال الاربع اشهر من ابريل، دي نقطة الناس ممكن يعملوا عليها استرس يبحثوا عنها، لانه ده ملف كبير نحن محتاجين نفتحه. من ابريل حتى اغسطس في عدد كبير جدا من ممتلكات المؤتمر الوطني سجل لصالح مؤسسات وجهات تتبع للقوات المسلحه وهي لم تكن ملكه، هي ملك للمؤتمر الوطني. اول هذه الممتلكات هي شركه زادنا. شركه زادنا عمرها ما كانت حقه الجيش، هي دي من استثمارات تنظيم المؤتمر الوطني والامن الشعبي وغيره وغيره من الشركات تم اخذها. فنحن في التفكيك كنا بنتقاتل حول هذا الامر، انه منو الحياه ياخذ اموال المؤتمر الوطني اللي هي الاموال الطائله وممتلكاته. كنا نفتكر انه الاولى بها هي وزاره الماليه والدوله المدنيه. فبالتالي كنا نتقاطع يوميا في قضيه منو اللي حيشيل الابراج حق زادنا الموجوده على النيل جوال قصر الصداغه. حتى الان ربما ناس الجيش يكون استردوها، لكن احنا سجلناه لصالح وزاره الماليه، وده كان ملف طويل جدا. من اللي حيشيل شركه منظمه ايسار اللي هي كانت مالكه لكل المنتزهات الموجوده في الخرطوم وعدد كبير جدا من المراكز الصحيه وغير دي. نحن دي اشياء كانت تابعه للامن الشعبي تابعه للتنظيم المؤتمر الوطني، سجلت لصالح المؤسسه الخيريه دعم القوات المسلحه. نحن كنا نفتكر انها ما حقت القوات المسلحه، انما حقت وزاره الماليه. فحديثك عن انه هل في اشياء طالت المكون العسكري، يوميا في ملف بينه وبين المكون العسكري، وكان بيكون في مواجهات كبيره جدا. شركات الامن جهاز المخابرات اللي هي اكثر من 12 شركه، واللي نحن لحد ما حدث الانقلاب كنا رافضين انه ننقلها لصالح جهاز المخابرات رغم الحضور اليومي لممثلي جهاز الاستثمار وحتى مدير جهاز المخابرات السابق الفريق جمال عبد المجيد، اللي هو كان بيفتكر انه لابد انه يفك لهم الشركات. طبعا جهاز المخابرات عنده حاجه بيسجل الشركات باسماء اشخاص وبعدين بيعمل تنازلات الاشخاص ديل لصالح الجهاز، وبتكون هذه الشركات باسماء اشخاص لكن معلوم انها مملوكه للجهاز. فدي نحن كنا موقفينها وعاملين عليها منع بتاع تسجيل وبتاع نقل بتاع ملكيه، فلانه عايزين نقولها لصالح المعاشيين او ما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين او غيره. فنحن كنا نفتكر انه دي انشات باموال الدوله اساسا، فبالتالي تعود لوزاره الماليه وليس حكرا على العاملين في الجهاز المعني. وكان عندنا تفسير لهذا الامر لكن لم نستطيع ان نكمل نقلها، ولكن استطعنا ان نوقفها حتى يوم 24 اكتوبر. في ذلك التقاطعات كثيره ويوميه في عدد من الملفات وفي عدد من الملكيات وفي عدد من الشركات العامله في مربعات التعدين في غيره. ده ملف كبير جدا ممكن نتطرق له بالتفصيل عندما نعرض لجنه التفكيك. بالنسبه للانقلاب العسكري انه